حصل لما يوم السابع كلمني، وانا كنت بعيط بقى ساعتها عارفه، لان الكورونا كانت قافله السفاره، والدكتور الوحيد اللي ممكن يعملها لي في امريكا، والسفاره مقفوله. بصراحه بعد ما عملت الحديث مع اليوم السابع، انا حد من مجلس الوزراء كلمني وقال لي بكره الصبح عندك الساعه 10 ميعاد في السفاره الامريكيه، وما تجيبيش معاكي حاجه غير باسبورك. وفتحوا لي السفاره، وكنت انا لوحدي خالص، ورحت شفتي ودوني 5 سنين. عزيزة. مش عارفه اشكر مين ولا مين ولا مين ولا مين. طبعا يعني رئيس السيسي يعني اكيد ادى اوردر، يعني اكيد اكيد شفتي يعني في أمل. سمعني انا، يعني حاسه ان الناس حست بيا يعني. ف الحمد لله. وانا راجعه بقى ما كنتش متخيله، انا راجعه الساعه على طيران التركي الساعه 4 الصبح. انا طلعت، انا لقيت تلفزيون وصحفيين في المطار، اللي هو ايه ده بجد؟ ايه ده بجد؟ انتوا كنتوا مستنييني كل ده؟ يا خبر. عايزه اقول لك ده اداني، لا بصوا بقى انا راجعه لكم، وانا هعمل لكم اعمال احلى من الاول مليون مره.